مرحبا بكم متابعينا. قضايا اختيرة ومتفاوتة العقوبات تراكمت على سليم الرياحي في السنوات الأخيرة اللي خلاه يهرب من البلاد التونسية نحو أوروبا حتى يهرب من العقابة. لكن هالأيامات يتم إيقاف سليم الرياحي الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر التونسي في مطار دبي وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة في السعودية. ويذكر إنه الرياحي صدر بحقه مذكرات جلب عديدة من الانتربول بطلب من القضاء التونسي على خلفية قضايا غسيل أموال. وفي يوليو الماضي 2021 عرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية، ولكن فيما بعد تم اتخاذ قرار بشأنه يقضي بالإمضاء لدى السلطات المعنية دوريا حتى يتم فيما بعد إخلاء سبيله نهائيا. لكن المرة هذه وقت إيقافه في دبي يمكن أنه الانتربول تقوم بإعادته لتونس حتى يتم محاكمته في البلاد التونسية وتحت قضاء تونسي. إن شاء الله في آخر الفيديو يظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.